رمضان وإنقاص الوزن. شهر رمضان يشكل فرصة ذهبية للجميع لإنقاص وزنهم، لكن المفاجأة الكبيرة أنه كثير من الناس للأسف الشديد يزداد وزنهم في رمضان. لماذا؟ لأنهم للأسف يفطروا على وجبات ثقيلة ووجبات دسمة وحلويات. لذلك لو تلاحظوا المصارعين اليابانيين اللي يسموهم مصارعو السومو، هذا المصارعين يصوموا فترة طويلة ويفطروا على وجبات ثقيلة وعلى حلويات، وبالتالي تشوفوا أجسادهم وأجسامهم ضخمة جدا. لماذا؟ لأنهم يفطروا على وجبات ثقيلة ودسمة وفيها نسبة حلويات بشكل كبير. لذلك تناول الوجبات الثقيلة، الوجبات الدسمة والحلويات مثل الكريم كريميلا، مثل لقمة القاضي، مثل المهلبية، مثل الكنافة، يفسد فوائد الصوم وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن. وبالتالي نصيحة للجميع لصوم صحي، ننصح بالابتعاد عن الوجبات الثقيلة والوجبات الدسمة والحلويات في شهر رمضان المبارك. تقبل الله صيامكم.